يقول: ما حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ لا بأس بالاعتكاف في المساجد كلها، المساجد الشرعية التي ليس فيها قبور وليس فيها أضرحة، المساجد التي تصلى فيها الجماعة كل وقت يعتكف فيها. قال جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد، هذا عموم جميع المساجد. والاعتكاف في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى، هذا أفضل، هذا أفضل. وأما الاعتكاف في غيرها من المساجد فلا بأس.